صندوق التنمية الحضرية يعلن طرح وحدات سكنية جديدة بمحافظات مختلفة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة. غوتيرش: حجم الحملة العسكرية الإسرائيلية ونطاق الموت والدمار في غزة لم يسبق له مثيل. قصف إسرائيلي يستهدف أطراف مناطق حدودية جنوبي لبنان. الأرصاد تقص اليوم معتدل نهاراً بارد ليلاً، والعظمى بالقاهرة 25 درجة.